قلت لي مقطع مرة صورت صورة أنا وأبوي، ها؟ كان أبوي في شيب من هنا ومن هنا ومليان من هنا. فرد واحد بتويتر قال أبوك مشيب. فكتبت حاجة بسيطة، قلت طبعا هو يوم يعلق كان أبوي مفرع بعد وشعره براسه، أسلم. فقلت بياض راس أبوي مراية القلبة. الله أكبر. ما في بياض عين. كل الأمر يهتم لأمر الناس ويفرج الكربة ويمد عمره طيب. ومن كثر ما قالوا الناس يبيض وجه صارت وجاه الشيب. يا سلام. عشان كذا أبانا يستاهلون وأباء المشاهدين الجميلين، نشوفكم على خير ونستودعكم الله. الله كل أب. وفي أمان الله. في أمان الله. لا أبو مطر الحين شرقيان بنطلع، يلا نشوف.